السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المشخص في البيطرة. أحد الأشخاص يسأل من أين أحضر المواد الأولية، من مين نجيب المواد الخام والمواد الأولية، من أين أشتريها؟ إذا المواد الأولية، بما أنه أنا في الجزائر، والجزائر معروفة من البلدان العربية الغير متطورة، لا يوجد المواد الأولية مثلها مثل البلدان الأجنبية. والذي زاد الطين بلة هي أنا أسكن في الريف، في المدن الداخلية في الريف، وليس في المدن الكبرى والعاصمة أين توجد هذه المحلات. يعني هي في حد ذاتها ناقصة في الجزائر. البيع يتم عن طريق الفيسبوك. تستطيع الذهاب إلى المجموعات أو الجروبات الفيسبوك التي تبيع المواد الخام، المواد الأولية، المواد الكيميائية. لما تذهب إلى الفيسبوك يجب أن تبحث في جروبات بلدك، ليس جروبات مصر وجروبات السعودية أو جروبات الأردن، لا، المجموعات التي أنت في التي تنتمي إلى بلدك، أين تقيم أنت يعني بصفة عامة. تقوم بتقديم الطلب فيرجعون لك الناس التي تبيع المواد الأولية. ولكن أنا لا أستخدم هذه الطريقة دوما، أبحث في أي أقرب مكان وأرخص مكان. مثلا عندنا هذه كبريتات النحاس خماسي الإيماء، كبريتات النحاس خماسي الإيماء، كابر بنتاهيدريت، كابر سلفيت بنتاهيدريت، هذه أحضرها من بائع الأسمدة الفلاحية. هذه أول حاجة. مصدر المنغنيز أحضر أستخرجه من بطارية المنغنيز كربون زنك، كربون زنك، زنك كربون دي. هذه فيها نسبة لا بأس بها من المنغنيز، وقد أريتكم كيفية استخراج المنغنيز من البطارية. هذه المادتين الأولى والثانية. عندي مادة الصوديوم هيدروكسيد، نحضرها من السباكة، من الكنكاري. يعني يبيع الصوديوم هيدروكسيد على شكل حبيبات كبيرة وحبيبات صغيرة، نفس الشيء. عندي البوتاسيوم هيدروكسيد، اشتريه من الانترنت على شكل رقائق من جروبات الفيسبوك. زيد اليوريا اشتريه من بائع الاسمدة الفلاحية. الاسمنت الابيض من عند السباكة. المونوكالسيوم فوسفيت اشتريه من عند بائعي أغذية الأنعام والدواجن. مونوكالسيوم فوسفيت. مياه البحر، هذه مياه البحر استخرج منها المغنيسيوم. المغنيسيوم استخرجه من مياه البحر، وقد قمت بعدة فيديوهات حول ذلك. مياه البحر. عندي أكسيد الكالسيوم، كالسيوم أوكسيد، الذي هو نفس الجير الحي. عندما نضيف له الماء، نضيف لهذا البودرة الماء، يعطيني الجير المطفي الذي هو الكالسيوم هيدروكسيد، هذا الجير الحي، أحضره من السباكة. هذا الملح، هذا الملح أحضره من عد الطاحونة أو مطحنة 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 أغذية الأنعام والدواجن. نفس الشيء هذا من عد مطحنة أغذية الأنعام والدواجن. الكالسيوم كربونيت، فحمات أو كربونات الكالسيوم، هذا أيضا من عد المطحنة، مطحنة الدواجن. هذا الملاص، هذا الملاص الذي هو باللغة العربية دبس التمر، هذا دبس التمر.
الآن الماء الأكسجيني مادة مؤكسدة، اشتريها من عند الصيدلية، هذه 10 فوليمتريك يعني 3% تقريبا. هذا أيضا ماء الأكسجيني. عندك الأمونيوم هيدروكسيد أقوم بصناعته انطلاقا من اليود، عفوا انطلاقا من اليوريا والصوديوم هيدروكسيد. هذه الصوديوم كربونيت، ليست الصوديوم بيكربونيت، سأريكم الصوديوم بيكربونيت. هذه الصوديوم كربونيت هي باي برودكت، مشتق ثانوي في صناعة الأمونيوم هيدروكسيد. إذا اليوريا زائد الصوديوم هيدروكسيد يعطيني الأمونيا، الأمونيوم هيدروكسيد يعني هذا NH4OH، والناتج الثانوي هو الصوديوم كربونيت. تستخدم كمادة مكربنة، وتستخدم كمادة مرفعة للPH. هذا الماء المقطر اشتريه من عند بائعي البطاريات السيارات، حمض السيارات، بائعي حمض السيارات، كل حاجة متعلقة بسوائل السوائل السيارة، المبرد السيارة. إذا هم يبيعون هذا الماء المقطر 5 لتر. زيد هذا الصوديوم بيكربونيت، هذا الصوديوم بيكربونيت اشتريه من عند مطحنة بائعي المطحنة الأعلاف الأنعام والدواجن. صوديوم بيكربونيت هذا سيتريك أسيد، حمض الليمون، مونوهيدريت، اشتريه من عند بائعي أدوات الحلوى، تلك الدكاكين التي تبيع مستلزمات صناعة الحلوى، يبيع حمض الليمون. عندي الفركتوز، سكر الفركتوز، صنعت به أدوية عديدة، منها الفركتوفير، آيرون فركتوز يعني، أشتريه من عند الصيدلية فركتوز. هناك 500 غرام و750 غرام و1 كيلوغرام. زيد عندي الفيتامين سي اشتريه من عند البيطري. فيتامين سي 100% ويوجد 50% ويوجد 20%. هذا مثلا فيتامين سي 100% هكذا. هذا بي اتش ميتر، اشتريه من عند جروبات الفيسبوك. هذا الزنك اوكسيد ايضا اشتريه، عباره عن مسحوق ابيض، اشتريه من عند جروبات الفيسبوك. الفازلين نفس الشيء، اشتريه من عند جروبات الفيسبوك. هذا مكمل معدني فيتاميني، يدخل في صناعة الدواء انفي بلوك 2%، حيث هذا المكمل المعدني الفيتاميني المركز يمثل 2%، تشتريه من عند البيطاري. هذا زيت البارافين، تشتريه من عند الصيدلية البشرية. هذا بوفيدون اليود، استخدمه كمصدر لليود، تشتريه من عند الصيدلية البشرية، يباع على بمختلف الشركات بمختلف التسميات. بوفيدون يود 10%، اليود فيه يمثل 1%، هذه نصف لتر، وتوجد اللتر، وتوجد 125 ميلي لتر. مثلا عندنا هذا السلفيوريك أسيد، تشتريه من عند هذا حمض البطاريات، تستطيع شراء حمض البطاريات، وتستطيع شراءه من جروبات الفيسبوك. هذا حمض اللبن لاكتيك أسيد 80%، تشتريه من جروبات الفيسبوك.
هذا عندنا فينبانتازول 2.5% يدخل في صناعة الدواء أو المنتج فينبلوك 500 بي بي ام. فينبلوك 500 بي بي ام هو عبارة عن قالب لعق مضاد للديدان، يدخل في صناعته هذا المنتج فينبانتازول 2.5%. هذه أحد أنواع الشركات الوطنية. هذا كبريتات الكوبالت سبيع الإيمها، تشتريه من جروبات الفيسبوك هكذا، مسحوق أحمر. عندنا أيضا هذا محلول الهيدروجين كلورايد 20.62%، هيدروجين كلورايد تشتريه من جروبات الفيسبوك. كان هذا فيما يخص من أين أصنع المواد، من أين أحضر المواد الأولية. إلى اللقاء.